ازيكم يا بناتي حلوين، عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني بفيديو جديد. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش لو انتم مش مشتركين اشتركوا ودوسوا على الجرس، وما تنسوش تابعوني على الفيسبوك واكتبوا لي تحت في التعليقات ايه اللي انتم حابين اتكلم عنه الفيديوهات اللي جايه. النهارده يا بنات انا هكلمكم عن قصه صلاحيه الميك اب والكلام ده كله. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا بصراحه في حاجات في الميك اب لما بتعدي تاريخ الصلاحيه بتاعتها بستعملها، هي الحاجات بتاعت الحواجب، واحيانا ممكن كمان تكون الاي شادو احيانا، تمام، ومثلا البرونزر او البودر برضو ممكن برضو نفس الحكايه. لكن في حاجات تانية برميها على طول، هقول لكم دلوقتي ايه وايه السبب. اول حاجه يا بنات الكريم الاساس اللي عندي او الكونسيلر، يا ده يا اما الكونسيلر سواء كان سايل او كان عادي، بس خصوصا السايل تمام، او كريم الاساس العادي ده من الحاجات اللي الصلاحية بتاعته من 6 شهور للسنة. بصوا اصلا بيبقى موجود، بعيدا عن قصة صلاحيته قد ايه، بصوا هنا بيبقى موجود العلامة اللي تحت دي 12 شهر، دي 12 مانس تمام. دي يعني بعد فتحك ليها ب 12 شهر المنتج نفسه مش هيبقى صالح للاستعمال. حابه بس ان انا اقول حاجه، الفاونديشن لازم ما تكتريش عن 12 شهر في استخدامه، عشان هتلاقيه بعد كده غير على بشرتك وعمل لك جفاف، تلاقي فجاه الفاونديشن بقى بيعمل لك قشور او جفاف وبيعلق في الحتت الناشفه، مش املس في الاستخدام بتاعه. احيانا كمان بتلاقيه اكسد مع انه هو ما بيأكسدش تمام. لو لقيتيه فصل، حتى لو بعديها بشهرين لقيتي جزء منه فصل، ده يترمي فورا لانه طبعا هيبقى مش صالح للاستخدام تمام. كمان ممكن تعرفيه طبعا من الريحة. بس على العموم الفاونديشن زي ما انتوا عارفين يا بنات ما يقعدش عن 12 شهر. دي بقى الباودر عموما او البرونزر، برضو بيبقى موجود عليها هنا هنا 2 سنين تمام. دي من الحاجات بصراحة بنات، الباودر او البرونزر بتطول معايا تمام، يعني احيانا بتقعد اكتر من 2 سنين بصراحة، بس هي صراحة بتاعتها 2 سنين. عشان تحافظي عليها دايما ان جودتها تكون كويسة، اهتمي ان الفرشة بتاعت الميك اب تبقى نظيفة وانت بتستعمليها عليها، عشان لو الفرشة مش نظيفة وانت بتحطيها على المنتج وبتستعمليها هتبوظ من صلاحية المنتج ده نفسه، هتلاقيه برضو فتل كده وبقى مش حلو معاكي في الاستخدام. فرشي على الفرشة الكحول، وطبعا اغسليها على طول باستمرار. هنيجي يعني لقصة الفرش. ده كده البرونزر بتاعنا، ونفس الحكاية بتنطبق على بودر الحواجب برضو، سوري بودر البشرة برضو 2 سنين. ده لوس بودر او يعني لوس بودر او بودر عادي تمام. بعد كده هنيجي عند الاي شادو. الاي شادو بيقعد من 3 شهور ل 6 شهور، وممكن يقعد معاكي فترة اطول. بس انا حابة اقول حاجة، هو بودر اوكي تمام، المفروض ممكن يقعد معايا اطول شويه من الكريم الاساس، بما ان الكريم الاساس بيبقى تكوينه سايل فممكن يبوظ اسرع. طيب الاي شادو انا بخاف منه اكتر من البرونزر. ليه؟ لان ده بيجي عند العين، والعين حساسه مش زي الخدود والحاجات دي، العين نفسها حساسه. فالبودر من الحاجات اللي بخاف جدا ان هي تقعد فتره طويلة، يعني تجمع بكتيريا او حاجة زي كده. هو هنا برضو موجود عليها ان هي 1 سنة، بس يعني ممكن تطوليها شوية بس مش كتير برضو. لكن قصة 3 سنين و4 سنين والحاجات دي يا بنات، يعني دي حاجة مش صحية ابدا لبشرتكم، انتوا كده بتعملوا بكتيريا ومشاكل يعني انتوا لا غنى عنها. طبعا نسيت اقول لكم برضو ان البرايمر نفس قصة الفاونديشن برضو، بيقعد من 6 شهور ل 12 شهر ايا كان نوع البرايمر ايه تمام. بعد كده ندخل عند احمر الشفايف او الروج عموما، سواء كان مات او كان لبستك عادي. ده من الحاجات اللي بتنقل بكتيريا بشكل مش طبيعي. ليه بقى؟
لانك بتاخدي من المنتج نفسه بتحطي على شفايفك، الروج نفسه بتحطي على شفايفك، غير الاي شادو غير الفاونديشن غير البرايمر. انت بتستعملي فرشه او ايد بتكبي يعني شويه على المنتج على ايدك وبعد كده تحطيه على بشرتك. الروج لا، الروج انت بتحطيه على طول دايركت بشكل مباشر على شفايفك، فدي حاجه بتدخل البكتيريا بشكل اسرع من بقيه المنتجات. فالروج من الحاجات اللي خلي بالك جدا منها لانها بتعمل بكتيريا بسرعه، وطبعا ممكن تعمل لك مشاكل في المعده لو انت فضلتي على الروج فتره طويله قوي او كان منتهي الصلاحيه. خلي بالك من النقطه دي. احيانا على فكره مبقاش موجود على المنتج تاريخ انتاجه، بس اهم حاجه تاريخ الانتهاء، واهم حاجه وانتوا بتشتروها تكون البتاعه معموله كده بحاجه زي السلوتاب ان هي مقفوله. تمام. ندخل بقى عند حاجه برضو مهمه جدا، هي الماسكاره. الماسكاره يا جماعه كمان اكتر يعني خلي بالك منها اكتر من الاي شادو، لان دي بتتعامل مع الرموش، والرموش يعني في بنات كمان حتى يوتيوبرز اجانب كانوا عاملين فيديوهات عن ان في بكتيريا بتنمو على الرموش بتاعه العيون من وراء الماسكارات، ان هي البنات بيناموا بيها او ما بينظفوش عينيهم منها كويس. تمام. فدي برضو من الحاجات اللي خلي بالكم منها. الماسكارة صلاحيتها 6 شهور، ما بتطولش عن كده، من 3 شهور لست شهور ما بتطولش، ما تقعدش ماسكارة معاكي سنة او اكتر ابدا. تمام. بعد كده الكحل وايلاينر وماسكارة الحاجب. الكحل ممكن يقعد معاكي سنة. تمام. ده الاوتوماتيك ما بيتبريش، اللي بيتبري بيبقى الطف قصة البكتيريا لانك اول باول بيبقى بتاخدي منه جزء جديد، بس انا بحب الاوتوماتيك ان انا استعمله عموما. عشان كده يعني انا بجيبه، ما بجيبش اللي هو القلم اللي بيتبري ابدا. فالاوتوماتيك 6 شهور سنة بكتير. لو انت بيتبري ممكن سنة ونص يقعد معاكي. الايلاينر برضو ممكن سنة ونص. تمام. مفيش منه مشكلة قوي. طبعا لو حسيت انه بيحرق عينك ده تجنبيه فورا. مسكرة الحواجب مفيش منها خطورة قوي لانها بتيجي على الحواجب نفسها. انا بصراحة مسكرة الحواجب بتخلص معايا لما بتخلص، مش لما باجي ارميها. يعني بالنسبة لي مسكرة الحواجب خلصت برميها، خلصت المنتج نفسه مش الصلاحية، لان هي على الحواجب فمفيش منها ضرر قوي. نيجي بقى عند جزء مهم جدا، هي الرموش. رموش يا بنات 3 مرات بس وبنرميها مش اكتر. يعني بتركبيها مرة وبعد كده بتشيليها وتنظفيها من السمك وكده، وبعد كده تستعمليها مرة تانية تالتة وترمت، مش اكتر من 3 مرات عشان ما تأذيش رموشك. تمام. دي برضو نوع كنت انا جايباه، طبعا اعمل لكم فيديوهات عن الرموش. بعد كده بقى نيجي عند اكتر حاجة ليها علاقة برضو بالميك اب ومهمة، هي فرش الميك اب. مش عن انواعها وكلام ده كله لا. فرش الميك اب يا بنات من الحاجات اللي تقعد معاكي فترة زي ما انت حابة، سنة سنتين 10 سنين 50 سنة زي ما انت حابة. اهم حاجة بس تبقي الشعر بتاعها ما يقعش وتنظفيها كل اسبوع. تمام. كل اسبوع بتنظفيها، بعمل لكم فيديو عن طريقه غسلها بس يعني باي شاور جل والكلام ده كله. وبعد كده طبعا قبل استعمالها مباشره بترشي عليها كحول. تمام. قبل استعمالها يعني قبل المره انت هتيجي تستعمليه فيها ترشي عليها كحول في كل مره، هي والبيوتي بلندر. البيوتي بلندر يا بنات صلاحيتها غير الفرش. البيوتي بلندر للاسف ما بتقعدش، اول لما بتعرفي بقى منين ان هي باظت لما تبدا ان هي ما تنضفش، يعني مهما تغسلي فيها ما تنضفش. ده معناها كده ان البيوتي بلندر بتاعتك لازم تترمي وتجيبي واحده مكانها جديده. غير كده هي تمام وزي الفل معاكي. الفرش هتعرفيها منين؟ يعني مش لازم تجيبيها ماركه ولا براند ولا اي حاجه، بس حاولي ان الفرش بتاعه كريم الاساس، معلش دي يعني لازم تجيبيها براند، مش لازم تكون حاجه غاليه بس لازم تكون براند، عشان فرشه كريم الاساس لما ما بتكونش غاليه او بتكون رخيصه قوي بتخطط، بتعمل خطوط وبتخلي شكله وحش جدا. نادرا ما هتلاقي فرشه رخيصه هتبقى كويسه.
غير كده الحاجات بتاعة الدمج والكلام ده كله، كلها حاجات يعني ممكن تجيبيها اي حاجة او ماركات صيني مش هتفرق ابدا.